بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. حياكم الله في مادة الفقه 7 للصف الثالث ثانوي من النظام الفصلي. بإذن الله عز وجل سنراجع معكم الوحدة الثانية، وفيها الصداق والوليمة والعشرة الزوجية وعمل المرأة وتحضير النسل وتنظيمه والنشوز. الوحدة الثالثة فيها الحيض والاستحاضة والنفاس. الوحدة الرابعة فيها الإيلاء والظهار. تعريف الوليمة: هي الطعام الذي يصنع في العرس، يعني في وليمة العرس. وأما حكمها فهي مستحبة، والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بها وفعلها، فقد أمر عبد الرحمن بن عوف أن يولم، فقال له: أولم ولو بشات. وكذلك هو أقام ولائم لزواجاته. حكم إجابة الدعوة للوليمة: نقول الحكم هنا واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليأتها. وهي تجب بشرطين: تحديد المدعو، يعني أن يحددك الداعي بنفسك، عدم وجود منكر لا تستطيع تغييره. ومحظورات الوليمة 3 أمور نحذر منها: أولا الإسراف في الولائم وعدم تبذيرها، الثالث الاقتصار على دعوة الوجهاء أو الأغنياء وترك الفقراء، بمعنى أن يدعو أشخاص معينين ويترك آخرين، الثالث وجود بعض الأغاني المحرمة التي حرمها الشرع. طيب، نأخذ سؤال على درس الوليمة. بين حكم ما يأتي: ألف إجابة وليمة العرس إذا كانت الدعوة عامة. ما حكم إجابة وليمة العرس إذا كانت الدعوة عامة؟ نقول هنا الحكم مستحبة، يعني ليست واجبة. إذا كانت الدعوة عامة فإن إجابة الدعوة مستحبة. ب: حضور وليمة العرس إذا كان فيها منكرا وهو يستطيع تغييره. نقول هنا الحضور عليه واجب لأنه يستطيع تغيير المنكر. أما إذا كان لا يستطيع، وهذه فقرة جيم، حضور وليمة العرس إذا كان فيها منكر لا يستطيع تغييره، فإننا نقول هنا لا يجوز له الحضور لاشتمالها على المنكر. طيب، ننتقل الآن إلى الدرس الثالث من الوحدة الثانية، وهو العشرة الزوجية. العشرة الزوجية هي ما يكون بين الزوجين من الألفة والانضمام وحسن الصحبة، أي ما يكون من الألفة والمحبة بين الزوجين، والإسلام حث عليها. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لأهلي، وأنا خيركم لأهلي. طيب، حتى نضبط هذه الحقوق، نقول لو عرفنا الحقوق ونظمناها ممكن أن تكون هناك عشرة بين الزوجين بالمعروف. أولا حقوق الزوج، له 4 حقوق. الحق الأول الطاعة، فيجب على الزوجة هنا طاعة زوجها. الثاني ألا تمد عينها لغير زوجها وتنظر إلى غير زوجها، سواء إذا كان عنده مال أو منصب أو مكانة، فينبغي لها ألا تتمنى غير زوجها. الأمر الثالث هنا حفظ مال الزوج، فالمرأة هنا مسؤولة عن حفظها لمال زوجها. الرابع القرار في البيت، وقرنا في بيوت يكون يجب عليها هنا أن تستقر في بيت زوجها ولا تخرج منه. حقوق الزوجة: لها حق المهر، ولها حق النفقة، أن ينفق عليها الزوج حتى لو كانت غنية أو عندها مال. كذلك الإذن لها بالخروج من البيت عند الحاجة، إذا احتاجت أن تذهب إلى أهلها أو غيرهم. الرابع عدم جمعها مع ضرتها في مسكن واحد، وهذا لأنه يعني يضيق عليها. الخامس العدل بين الزوجات، لو كان معددا فيعدل بينهم في القسم والمبيت والنفقة. هناك حقوق مشتركة يشترك فيها الزوجين: أولا نقول حسن المعاشرة،
مثل ما قال الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، فكل إنسان يعني يحسن إلى الطرف الآخر قدر ما يستطيع. الأمر الثاني المشاركة في القيام على يعني حقوق أو شؤون الأولاد، شؤون البيت، فالمسؤولية هنا مشتركة بين الزوج والزوجة، ولا يجعل كل يعني الأمر يعني يتحمله أحد الطرفين، بل المسؤولية هنا سوف تكون مشتركة. كذلك الاستمتاع ونقصد به الجماع، فهنا لا يجوز لأحد أو ينبغي لأحد منهما أن يمتنع عن صاحبه. الأمر الأخير وهو المهم التناصح والتعاون، لأن الزوج يكون قريب من زوجته ويطلع على أشياء يعني لا يطلع عليها غيره، وكذلك الزوجة، فإذا رأوا شيئا فيجب عليهم هنا أن يتعاونون ويتناصحون. نأخذ سؤال على درس العشرة الزوجية، نقول: ألحق الحقوق التالية لأصحابها. هنا عدة حقوق نلحقها، إما للزوج أو الزوجة أو نقول أنها مشتركة. الحق الأول النفقة، هو حق للزوجة. الحق الثاني الطاعة، نقول هو حق للزوج. الحق الثالث التناصح، نقول هو حق مشترك. الحق الثالث القرار في البيت، وهذا حق للزوج، يعني من حقوقه أن تستقر الزوجة في بيته. الحق الثالث الذي يليه نقول هنا العدل، وهذا حق للزوجة. الحق الأخير هنا حسن المعاشرة، وهذا يكون بين الزوجين. هذا ما تيسر، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نبدأ الآن بالوحدة الثانية وأول درس فيها، وهو عمل المرأة. نقول ابتداء أن المرأة لها دور عظيم في المجتمع، وخاصة في إدارة البيت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ويجب لها النفقة على أبيها، هذا إن لم تكن متزوجة. فإن كانت متزوجة فإن الزوج يتكفل بنفقتها، لأن عملها الأساسي هو المنزل، فهي تتفرغ لتربية الأبناء وإعداد النشأ الطيب المبارك الذي يتربى على سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعلى هدي كتاب الله سبحانه وتعالى. ونقول: ومع ذلك يباح للمرأة العمل والتكسب، لقول الله تعالى: وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله. فهذه الآية عامة وشاملة للرجال والنساء، لكن عمل المرأة لابد أن يتوفر فيه عدد من الشروط. الشرط الأول أن تترك التبرج والتزين، كما يقول الله عز وجل: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى. الأمر الثاني أن يأذن لها الزوج بالخروج إلى العمل، لأنها مطالبة بطاعة زوجها، ولأنها لها أعمال في المنزل لابد أن تقوم بها، فلا تخرج من إلا بعد الاستئذان من زوجها. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام النساء في عهد الصحابة أن يستأذن من أزواجهن إذا أردنا الخروج للصلاة، فكيف بما هو غير الصلاة؟ فلا بد من استئذان زوجها قبل الخروج للعمل. الأمر الثالث أن يكون العمل لا ينافي ما يجب من صيانة العرض والعفاف والشرف، فالمرأة أهم ما عليها هو الحفاظ على عفافها وطهرها وشرفها، فإن كان هذا العمل يؤثر على خدش حيائها وعلى اختلاطها، كثرة اختلاطها بالرجال الاختلاط المحرم، فإننا نقول هنا لا يصحنا أن تعمل بهذه الصورة. الأمر الرابع أن يكون ملائما لطبيعتها الخلقية، فالله عز وجل خلق المرأة بطبيعة مختلفة عن طبيعة الرجل، فلا بد أن يكون هذا العمل ملائما لطبيعتها، وأن لا نكلفها ما لا تطيق. الأمر الخامس
أن تتجنب الخلوة بالأجنبي، يعني في مكان العمل لا يصح لها ولا يجوز لها أن تخلو برجل أجنبي عنها. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يخلو رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. هناك عدة مسائل تتعلق بكسب المرأة. نقول أن المرأة إذا عملت وكسبت فإن هذا المال يعتبر ملك لها، وكذلك هي لها كامل حقية التصرف بهذا المال، سواء من بيع أو هبة أو غيرها من التصرفات. كذلك نعتبر أن المرأة لها ذمة مالية مستقلة، فبإمكانها التوكيل، بإمكانها الكفالة، بإمكانها الضمان، بإمكانها الشراء، فنعتبر ذمتها مالية مستقلة كما الرجل في كل هذه الأمور. فهي لها حق التملك والتصرف، وكذلك لها ذمة مالية مستقلة في المال. المسألة الأخيرة، نقول أن الزوج ليس له حق في مال المرأة، لأن المال هو يعتبر هو مالها، إلا إذا شاءت أن تعطيه بعد إذنها أو على سبيل الهبة. نأخذ سؤال على الدرس الماضي: ما الوظيفة الأولى للمرأة مع الدليل والتعليل؟ نقول الوظيفة الأولى للمرأة هي العمل في المنزل، والدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. والتعليل نقول أن الشرع أوجب النفقة عليها، سواء من ولي أمرها، سواء كان الأب أو الزوج أو غيرهما. فالشريعة حينما أوجبت لها النفقة، كل ذلك لأجل أن تتفرغ هذه المرأة لتربية النشأ. ننتقل الآن إلى الدرس الآخر في الوحدة الثانية، وهو تحديد النسل وتنظيمه والإجهاض. حكم تحديد النسل وتنظيمه، نقول سوف نقارن بين تحديد النسل وتنظيمه في الحكم. فأولا نقول تحديد النسل لا يجوز، ولا يجوز وضع القوانين التي تحدد عدد الأولاد في الإنجاب، ولا يجوز كذلك استئصال القدرة على الإنجاب إلا في حالات الضرورة، لأن ذلك يخالف المقصد الشرعي من تكثير الأمة. أما تنظيم الحمل فإنه جائز، ونقصد بتنظيم الحمل هو التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين فترات الحمل أو إيقافه لمدة معينة. لكن هذا الجواز مشروط بشروط: أولا أن يرضى الزوجين بذلك فيكون تراضي بينهم، ألا يترتب على هذا الأمر ضرر على الزوج أو الزوجة، أن تكون الوسيلة اللي يستخدمونها في تنظيم الحمل مباحة، ألا يكون في عدوان على حمل قائم، فإذا كانت المرأة حامل فلا يجهض هذا الحمل. أخيرا نتحدث عن أضرار النسل. هناك أضرار عديدة، منها أولا ما تسببه هذه الأدوية لأضرار على المرأة. الأمر الثاني أنه سوف يكون عندنا نقص في الأيدي العاملة، وهذا يضر المجتمع، إذا نقصت الأيدي العاملة سوف يعني يقل الإنتاج. الأمر الثالث أنه يعني هذا الأمر قد يضعف العلاقات الزوجية، لأن وجود الأبناء مهم في الحياة الزوجية، فهو يضفي شيء من الترابط والتراحم بين الزوجين. بعد ذلك نتكلم عن الإجهاض. نقول هو إسقاط الجنين من بطن أمه قبل تمامه، يعني أن يسقط الجنين في من بطن أمه قبل أن يأتي وقت الولادة، وله حالتان. الحالة الأولى إسقاط الجنين الذي نفخت فيه الروح، وهذا بعد 120 يوم، فنقول حكمه لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان هناك في ضرر متحقق على حياة الأم، أي أن بقاء الجنين في بطن أمه قد يهلك الأم، فنقول هنا لا نقدم حياة محتملة على حياة متحققة وهي حياة الأم. الحالة الثانية إسقاط الجنين قبل النفخ، نفخ الروح فيه، فنقول هذا كذلك لا يجوز إلا في حالة واحدة، إذا فيه تشوهات خطيرة غير قابلة للعلاج، وهذا جاءنا من مصدر موثوق وتقارير موثوقة طبية أن هذا الجنين فيه تشوهات خطيرة ولا يمكن علاجه،
فنقول هنا ممكن أن نسقطه إذا كان قبل النفخ في الروح اللي قبل 120 يوم، لكن بعد النفخ في الروح بعد 120 يوم فلا يسقط. نأخذ سؤال على الدرس الماضي أو سؤالان. السؤال الأول، متى تنفخ الروح في الجنين؟ نقول بعد 120 يوم أو يعني تقريبا 4 أشهر. بين حكم إسقاط الجنين قبل النفخ في الروح فيه. نقول لا يجوز إلا في حالة واحدة، وهي إذا ثبت تشوه الجنين تشوها خطيرا لا يمكن علاجه. ننتقل الآن للوحدة الثانية، وأول موضوع فيها هو موضوع النشوز. النشوز هو مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع من الأرض، فكأن الناشز قد ارتفع وتعالى عن صاحبه، وهو ضد العشرة الزوجية اللي أخذناها قبل قليل، وبمعنى أن يكون فيه سوء تفاهم بين الزوجين. المقصود النشوز له 3 أحوال. أولا نشوز الزوجة، وذلك بأن تفوت شيء من حقوق الزوج عليها اللي أخذناها، مثلا كأن تخرج من بيتي بغير إذنه، أو أن يعني لا تطيعه فيما يجب عليها، وهذا الأمر محرم. قال الله عز وجل: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الحالة الثانية نشوز الزوج، وهو أن يسيء معاشرة زوجته أو يقصر في حقوقها مثل النفقة وغيره، وهذا محرم. قال الله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وهنا في هذه الحالة ممكن أن المرأة إذا أرادت أن تديم العشرة الزوجية وتتفادى نشوز الزوج، فممكن أن تتنازل عن بعض حقوقها مثل النفقة أو المبيت أو غيرها لأجل أن تديم العشرة الزوجية، فتصطلح مع الزوج على ذلك. الصورة الثالثة من النشوز، وهو الشقاق بينهما، وهو إتيان أحدهما ما يشق على صاحبه. فمثلا المرأة يعني تقصر في طاعة زوجها، والزوج قد يقصر في النفقة. في مثل هذه الحالة نقول نرسل حكما من أهل الزوج ومن أهل الزوجة حتى يصطلحوا ويصلحوا ما بين الزوجين. قال الله تعالى: وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. فإن لم يتوصلوا إلى إصلاح ممكن هنا أن يفترقا، وقد يكون الفراق خير. نأخذ سؤال على الدرس الماضي، ماذا يشرع للزوجين إذا تعذر الاتفاق بينهما في جميع حالات النشوز السابقة؟ فنقول المشروع هنا إذا تعذر الاتفاق فإنه لا بأس بالفراق، كما قال تعالى: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ننتقل الآن إلى الدرس أو الوحدة الثالثة، ونأخذ فيها الدرس الأول وهو الحيض. نقصد بالحيض تعريفه هو دم يخرج من المرأة بمقتضى الطبيعة في أوقات معلومة، أي أن هذا دم طبيعي يخرج من كل النساء ويكون له وقت محدد. السن الذي تحيض فيه المرأة في الغالب يكون ما بين السن 12 إلى سن 50، وقد تحيض المرأة قبل السن 12، وقد كذلك تحيض بعد سن 50. أما مدته فنقول أقله يوم وليلة، وأكثره 15 يوما بلياليها، وأقل الطهر بين الحيضتين 13 يوما، وأما أغلب الحيض وأغلب النساء فإنها تحيض ما بين 6 أيام إلى 7 أيام بلياليها. هناك طوارئ تطرأ على دم الحيض. الطارئ الأول قد يكون فيه زيادة أو نقص، يعني زيادة في عدد الأيام أو نقص، فمثلا امرأة عادتها 7 أيام تكون 5 أو تزيد فتصير 9، أو يكون تقدم أو تأخر، فمثلا المرأة معتادة أن
دورتها الشهرية في أول الشهر فتأتيها في آخر الشهر. ما العمل في مثل هذه الحالة؟ نقول في مثل هذه الحالة متى ما رأت الدم فهي حائض، ومتى ما رأت الطهر فنعتبرها طاهر، وهذا التقدم أو التأخر أو الزيادة أو النقص لا يؤثر في الحيض ما دامت أنها ترى دم الحيض. الحالة الثانية أو الثالثة والرابعة الصفرة أو الكدرة، ونقصد بالصفرة هنا أن يكون الدم يعني نوعا ما شفافا مثل دم الجروح، أو يكون متكدرا بشيء من السواد لكن صفاته تختلف عن صفات دم الحيض. هذه الحالة الثالثة. الرابعة جفاف الدم، بمعنى أن ينقطع الدم ولكن يبقى شيء من الرطوبة، فهذا ما نسميه بجفاف الدم. في هاتين أو في هاتين الحالتين ماذا تفعل المرأة؟ نقول إن كان الحيض إن كانت الصفرة أو الكدرة أو جفاف الدم أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فنعتبره حيضا ويأخذ أحكام الحيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض وتعتبر المرأة هنا طاهرة. وننتقل للحالة الرابعة وهي أو الحالة الخامسة وهي الأخيرة، تقطع دم الحيض. إذا انقطع دم الحيض أقل من يوم فليس طهرا، بل يعتبر هذا جزء من الحيض إذا انقطع وكان مدة الانقطاع أقل من يوم، إلا إذا رأت ما يدل على الطهر، فرأت مثلا القصة البيضاء أو رأت الجفاف التام فإن هنا تعتبر المرأة طاهرة. ما يحرم بالحيض؟ يحرم على الحيض عدة أمور، يحرم عليها الصلاة ولا تصح منها، يحرم عليها الصوم ولا يصح منها ولكن تلزم بالقضاء في شهر رمضان، أيضا يحرم عليها الطواف بالبيت، فالمحرمة بحج وعمرة لا تطوف بالبيت، كذلك يحرم عليها المكث في المسجد لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الحيض أن يعتزلن المصلى في صلاة العيد، كذلك يحرم الجماع، قال الله تعالى ويسألونك عن النساء في المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أيضا يحرم الطلاق فإن ابن عمر لما طلق زوجته وهي حائض ردها النبي عليه الصلاة والسلام. يجب على المرأة بعد الحيض أن تغتسل، فإذا طهرت يجب عليها الغسل بعد ذلك. واختلف العلماء في حكم قراءة القرآن للحائض، والراجح والله أعلم بأنه يجوز لها قراءة القرآن ولكن من غير مس للمصحف، وهذا اختيار الشيخ بن باز رحمه الله، فممكن أن تقرأ من كتب التفسير أو من الأجهزة الإلكترونية. تناول الأدوية، نقول يجوز أن تتناول الحائض الأدوية التي تساعد في إنزال الحيض أو في منع نزوله، ولكن هذا بشرط أن يكون سليما وخاليا من الضرر عليها. نأخذ سؤال على الدرس الماضي، ضع علامة صح بعد العبارة الصحيحة وعلامة خطأ بعد العبارة غير الصحيحة فيما يأتي. أولا، غالب مدة الحيض 6 ليال بأيامها أو 7 ليال بأيامها، نقول هذه العبارة عبارة صحيحة. العبارة الثانية، أكثر الطهر بين الحيضتين 18 يوما، نقول هذه العبارة خاطئة ولا يوجد حين حد لأكثر الطهر. العبارة الثالثة، يباح للمرأة الحائض ترك الصلاة، ونقول هذه العبارة خاطئة لأنه يجب على المرأة هنا ترك الصلاة ويحرم عليها أداء الصلاة. العبارة الرابعة، يحرم على الحائض الطواف بالبيت حتى تطهر وتغتسل، ونقول هنا هذه العبارة عبارة صحيحة. العبارة الأخيرة، يجوز للمرأة الحائض على الصحيح أن تقرأ القرآن من غير مس للمصحف، ونقول هنا هذه العبارة كذلك صحيحة.
ننتقل للدرس الأخير في الوحدة الثالثة وهو الاستحاضة والنفاس. أولا نأخذ تعريف الاستحاضة، نقول هو استمرار الدم مع المرأة بحيث أنه لا ينقطع عنها أبدا أو ينقطع مدة يسيرة ثم يعود، هذا هو تعريف الاستحاضة. الاستحاضة لها عدة أحوال، الحالة الأولى أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه تجلس مدة حيضها السابق، يعني أننا ننظر إلى مدة الحيض المعلومة المعروفة فتعتبرها دم حيض وباقي المدة تعتبرها دم استحاضة. الحالة الثانية ألا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، فهذه تعمل بالتمايز، وهذا إذا كان الدم يتمايز بحيث أنه بعض الأحيان يكون له صفات دم الحيض من الغلظة والثخونة واللون، وفي بعض الأحيان لا يكون له هذه الصفات، فتجلس في المدة التي يتميز فيها دم الحيض وتعتبره حيضا وباقي المدة تعتبرها استحاضة. الحالة الثالثة ألا يكون لها حيض معلوم ولا تمييز صالح، فهنا نقول تأخذ بعادة أغلب النساء وهي 6 أيام أو 7 أيام فتجعلها يعني دم حيض وباقي الأيام يعتبر دم استحاضة. ما هي أحكام الاستحاضة؟ نقول أحكام الاستحاضة كأحكام الطهر، تعتبر المرأة المستحاضة مرأة طاهرة، فهي تصلي وتصوم وتطوف ولكن يجب عليها الوضوء لكل صلاة وتتحفظ بما يمنع خروج الدم أثناء الصلاة. النفاس نقول تعريفه هو دم يخرج من رحم المرأة الحامل مع الولادة، أو بعض الأحيان قد يخرج قبلها بيوم أو يومين ويستمر في الغالب مدة 40 يوم. مدة النفاس في الغالب أنها لا تزيد عن 40 يوما، وما زاد وصادف عادة الحيض فنعتبره دم حيض، يعني يأخذ حكم أو أحكام دم الحيض، وإن لم يصادف عادة الحيض فنعتبره هنا دم استحاضة، بمعنى أنها تتعامل معه على أنه دم استحاضة. ولو طهرت قبل 40 فهي طاهر، يعني أنها قد تطهر المرأة قبل أن تتم 40. أحكام النفاس نقول النفاس له أحكام، وهي أنه يعامل مثل معاملة الحيض، يعتبر دم النفاس مثل دم الحيض سواء بسواء، لكن نستثني من ذلك العدة، فعدة الحائض تكون تنتهي يعني بانقطاع الدم أو بانتهاء الدورة، أما المرأة نفسها فإنه يكون نهاية عدتها بوضع الحمل. نأخذ سؤال على الدرس الماضي، بين حكم ما يلي يأتي. أولا امرأة لها حيض معلوم ثم طرأت عليها الاستحاضة، نقول هنا تجلس مدة حيضها المعلوم، يعني المدة المعلومة تعتبرها حيض والباقي يكون استحاضة. الحالة الثانية امرأة ليس لها حيض معلوم لكن دمها متميز بعضه بسواء، نقول هنا تجلس مدة تمايز الدم، فالمدة اللي تميز فيها الدم تعتبره حيضا والباقي يكون استحاضة. امرأة ليس لها حيض معلوم ودمها غير متميز تمييز صالح، فنقول هنا تجلس غالب مدة الحيض اللي هو 7 أيام وبقية الأيام تعتبرها استحاضة. امرأة نفسها طهرت لأقل من 40 يوم، نقول نعتبر هذه المرأة طاهرة. ننتقل الآن إلى الوحدة الرابعة وفيها الإيلاء والظهار. الإيلاء تعريفه هو حلف زوج بالله تعالى أو صفة من صفاته على ترك وطئ زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر. ونأخذ فيه عدة أمور، الأمر الأول حكمه
لا يجوز لأنه يمين على ترك أمر مشروع. قال الله تعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. أما كفارة الإيلاء فإننا نقول نمهل الزوج إذا آلى بعد إيلاء 4 أشهر، فإن رجع عما حلف عنه لزمت هنا كفارة يمين، إن لم يجامع فنقول هنا من حق الزوجة أن تطلب الطلاق. ما يدخل في حكم الإيلاء وما لا يدخل؟ نقول يدخل في حكم الإيلاء تعمد ترك وطئ الزوجة 4 أشهر أو أكثر إضرارا بها، وما ولا يدخل في الإيلاء إذا حلف الزوج ألا يطأ زوجته أقل من 4 أشهر. الظهار تعريفه هو أن يشبه الرجل زوجته بمن تحرم عليه كمثل أمه أو أخته، وحكمه نقول محرم لأن الله سبحانه وتعالى يقول: الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. أما كفارته فهي على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فيصوم 2 شهر متتابعين، فمن لم يستطع فيطعم 60 مسكينا. ومتى تجب الكفارة؟ نقول تجب إذا ظهر ظهارا مطلقا، يعني غير محدد بوقت معين، أو حدده بمدة وأراد الرجوع قبل نهاية المدة. نأخذ سؤال على ما مضى في درس الإيلاء. عرفنا أن كفارته كفارة يمين. ما هي كفارة اليمين؟ كفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة على التخيير، فمن لم يجد فيصوم 3 أيام، وهذه تكون على الترتيب. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.